الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال يا رب. النهارده جايين لكم تحدي قوي جدا، وهو المكرونه البشاميل. كل واحد صينيتين كبار من المكرونه البشاميل، طلبته جدا برضو، طلبته بشده واخيرا عملناه، وفينا. معلش غصب عننا والله العظيم، كل اللي بتطلبوه هننفذه، بس واحده واحده علينا معلش عشان الاولاد. احنا بناكل مره واحده في اليوم فكله هيتنفذ باذن الله. ومعانا 2 من الورق كبار حجم كبير، نخلي ده كده تحابيش طبعا. وراك احنا جايبين، مش جايبين فراخ، جايبين وراك. بس حجم كبير. تمام، صينيتين كل واحد، صينيه كبيره مش شويه، صينيه كبيره حجمها عامل ازاي. وعالية جدا طبعا. هيبقى تحدي صعب ان شاء الله، بس هيعدي على خير. واحنا قدها بقى، ما تنسوش تشجعونا بالظبط. عايزين نوصل الفيديو ده ترند، وانتوا قدها هتوصلونا باذن الله. اللي يخلص الاول، وعايزه اشوف توقعاتكم، واكيد انا اللي هكسب لان انتوا لا كل مره بتتوقعوا وفاء، وانا اللي بطلع اكسب. فالمره دي توقعوا حد، عشان يعني على الاقل اللي يتوقع حاجه يلاقيها صح. يلا ابتدي. بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ تحفة، اقسم بالله حكاية. عملتها ازاي دي؟ جميلة صح؟ على اساس ان المكرونة بتاعتي وحشة يعني اول مرة؟ كنت عايزة اخضك ولقيتك متخضتيش. عشان انا دقت طعمها، عارف لو ما كنتش دقت كنت اتخضيت. بس طعمها تحفة اصلا. احسن حد لو انا مثلا بعمل اكل وحش ولا حاجة خايف. لا والله فعلا، مكرونة البشاميل من ايد وفاء لا يعلى عليها. كلتهاش عند حد او في محل او في اي مكان. صورت الفراخ والمكرونه. فراخ طبعا. دبوس عامل لها تتبيله حلوه قوي، شوفوها هتعجبكم. اديها طعم حلو. العقاب كالعادة، هو مجهز لي عقاب وانا مجهز له عقاب. حرام عاقبك بعد الاكلة دي. ان شاء الله انا هعاقبك. حرام عليا عاقبك بعد الاكلة دي بجد. بجد. كنت تاخدي جايزة. بجد مش بشكر فيها عشان مراته والله. عشان لو خسرت خليه يسامحني وهو يتعاقب بدري، يعني كلتا الحاجتين انا هعاقبك. المكرونة طعمها خيالي. طبعا هي عاملاها في الفويل عشان يبقى قد بعض، مش عشان ما فيش صواني قد بعض، فايه ما يبقاش في ايه بالظبط. انا بحب الصواني دي في تسوية المكرونة البشاميل، عشان تعرف ان انا بسهل لك التحدي. الاكل بيبقى حلو، التحدي بتبقى عايز تاكل كتير. دي بقى التتبيله كله فيها طعمها حلو. مسحب ولا لسه بدري على الكلام ده. المكرونة تقيلة أصلا، التحدي صعب. كمية كبيرة أوي، المكرونة تقيلة. هيبقى تحت صعب. في حد هينسحب النهاردة؟ فين أنت؟ لا أكيد مش أنا، لأن أنا بخسر بس ما بنسحبش. خلاص انا خلصت جزء اكبر تقريبا، خلصت ورك كبير.
بعرق لان الجو بقى حر جدا ببذل مجهود. كمية كبيرة جدا. سيبنا هي طعمها بيخلي الواحد يعني عندي اكل بس كمني باكل بسرعة بتكبس. فلازم ناخد نفس. بحب مادة الطشي. تفتح النفس. بس طبعا بتبقى حرقة جدا. وحرقة جدا. ملح. قادرة تكملي؟ لا مش هنسحب. معقول؟ انت لو انسحبت في مرمطك عارفة عطباتي بدلة. بس انا عامل طرع. بس انا كبيرة عميقة. مش كده لسه في واحدة تانية. يعني لو دي خلصت الأمل ما خلصت لسه. ولا أمل ولا عمر. خشي بقى على التانية. كبيرة جدا. حطها جوه دي كده. متنايمة. بجد صعبة. أنا مسابك. انسحب انت بقى. مكرونة طعمها جميل جدا بس فعلا بطني اتملت مش قادر مش قابل حاجة. ورك ضخم عملاق. انت متأكدة ان دي وراك فراخ؟ وعم ضخمة ليه كده؟ فراخ مدملكة. اسمها فراخ مدملكة؟ الفصيلة بتاعتها. يا بنتي يا زينة هنحصلنا. لو تمسكها احسن. انا مش مطمن لنفسي حاسس ان هنسحب. من دلوقتي احسن. انا مسابق. انت متسحب من دلوقتي احسن. تخلينا كلها وكلها وفي الاخر بتخسر مع عقبك. ابهدلك في العقب. انما لو انسحبت عقبك نص نص. طب ايه هو العقب طيب؟ لو انسحبت هقولك. بس لو انسحبت هيبقى اقل. يعني لو انسحبت العقب اقل من ان انا اخسر؟ انا لو تعبت في دي لازم اعوض. انت عارفني لما بتعب لازم اعوض. هذه بتهمي؟ طبعا. انت شايف الصينيه شكلها. انا فعلا مش قادر اوح. وبعدين انت قربت تجيبيني. انا اكلت يعني معلقتين من الصينيه الثانيه. انا
بجد الصينيه عملاقه يا جماعه، عملاقه جدا بجد بجد. انا مش قادر امسحي بحسن. الحمد لله. مع اني عمري عمري ما انسحبت، هتبقى دي اول مره انسحب فيها. هنخسر هنخسر بس انسحب المره دي انسحب المره دي يلا بنا العقاب. حرام. ايه بقى العقاب؟ طيب لا انت هتعرف عملي. طب ما يمكن ما يمكن ما يعجبنيش العقاب. حرام عليك، حرام عليك. طب حاجه من اللي انا بعملها احط ببطني بطيخة سيفي. ده اللي انا خايف منه. انت ليه بقى؟ منور. انت ليه؟ نورت الغرفة. طبعا احلى. استني بس. انت مش قلتي لو انا انسحب هتعملي لي عقاب خفيف؟ طب ما ده خفيف، انت لسه شفته؟ الاوضة دي ما بتفقش على الاوضة دي. بهدلة وكده ومرمطة مش هينفع. لا بس انا عمري مرمطة. طيب انا عمري بهدلتك، الناس شاهدة. لو انت عملت فيا حاجة والله العظيم هيسكتولي. عشان انا انسحبت بناء عن كلام. بس دلوقتي يا جماعه هو هيتعاقب عقاب حلو، ماشي؟ خليكم معانا كده واحكموا، ولو وحش قولوا لي وحش، هما اللي هيحكموا بالله، ماشي؟ المطلوب لو ما عجبكوش عقابها ولا انا ما اعرفوش هو ايه، لو ما عجبكوش ولقيتوا ان هي افتريت عليا اختاروا لي عقاب وانا هحاول اكسب الحلقه الجايه. كل مره العقاب من دماغهم. وانا ما بعرفش افكر، بفكر في البيالين وعاطس وحاجات تانيه. انت بتفكري في حاجات شيطانيه. المره الوحيده اللي عقبتك جامد كان هما اللي قايلين على العقاب. ما شغلوش دماغكم قوي. شغلت بكبر عليك. لا والله هقرا التعليقات وهشوف هما بيقولوا ايه، عشان انا المطلوب منك بعرفش افكر. المطلوب منك ماشي عقاب سهل خالص، عايزك تقوم بدور الغساله. في ايه؟ غسلتي ما استهبل ايه؟ هو اللي ما استهبلش. عايز ايه يعني؟ اعمل ايه يعني في الغساله؟ مش عارف. قوم بدور الغساله بتعمل ايه؟ بتترعش. لا وهي بتترعش بقى بتعمل ايه؟ عايزه انا اعمل ايه؟ خلصي ما تهزق ما تشغلش. والله العظيم هو ده العقاب، هتقوم بدور الغساله. فاكر اليوم وان الغساله عطلت فيك واتصلت بيك وقلت لك انت اللي بتوع السياره عشان الغساله عطلت، ورديت عليا وقلت لي ايه؟ قلت لك انا مش فاكر. لا افتكر. انا فاكر بس مش فاكر. قلت لك ايه؟ قلت لك ايه يعني؟ ما قلتليش الصرافي؟ اكيد قلت لك حاضر. ما قلتليش الصرافي؟ قلت لك حاضر اكيد. ما قلتليش الصرافي؟ ايه المشكله يعني؟ انت بقى عايزاك دلوقتي تعتبر ان الغساله واقفه. مش شغال. واعمل ايه؟ نفس اللي الغساله بتعمله انت هتعمله. بعدين فوق اوتوماتيك يعني بتغسل وبتشطف وبتعصر وبترقص. ما تهزريش والله. يعني ده العقاب السهل؟ ايوه هو ده عقابي، هو ده العقاب. الدنيا زحمه ورمضان داخل علينا وعايزين نخلص النهارده. نخلص النهارده فيا؟ ايوه لازم استغلك مش بتحداك. مش مغسل على الغساله. حرامك تخش. طب اغسل على الغساله. ماليش فيه. هو انا خطأت في دماغي ان انت بتعمل الغساله بتعمله. الدبله مش موجود. سلام. طب هاتي لي بقى حاجات انا ما اعرفش. بس كده من عيني. حاضر. عشان خاطركم انتوا والله. بس اقول لكم على حاجه، لازم تفكروا في عقاب، عشان انا والله ما بعرف افكر في عقاب. عشان كده مش هينفع. انا كده بتبهدل وهي. هو احلى حاجه ان كل واحد بيفكر في عقاب التاني. انت مجهزه حاجه، انت عارف ان انا هوافق صح؟ طبعا. انت ما ينفعش اصلا ما توافقش لان ده تحدي وانت لازم تكون قد التحدي. انا يما بتعاقد بسالك انت هتفكر لي في ايه؟ يما قلت لي انفخ البلالين مش نفخت البلالين ولا سكت. يعني ده زي نفخ البلالين؟ انت بتنفخني انا كده. بعدين يعني شو الغزال مش كتير يعني احمد ربنا. هم دول بس. ها؟ مش كتير. ما يجيش حاجه في اللي انا بعمله والله العظيم طول ما هو. انا عايزاك تدوق اللي انا بدوقه. حس يا غير انا بحس بيه. هم. يعني انا مش حاسس وانا ساعات بغسل لك وانت بتولدي؟ لما كنت بتولدي كنت بغسل لك وبدعك لك وبطبخ لك وبكنس لك وبمسح لك. لا انا مش دعوه دلوقتي بالولاد. ولا نسيت اربع مرات. حاضر. والله العظيم ما ينفع المرمطه دي كلها. لازم تشوفوا لي حل. وخليني شبه محمود عبد العزيز كده. والله العظيم انا غلبان. مش لازم تبدل العقاب. نعم؟ مش داخل تحدي وعارف ان انت تبدل العقاب. مش انا خلصت لك الصوره. لا لا بص يا حمد. حمد كده كتير. عشان انا بغسل وانت اللي هديك. ما تغرقش الدنيا. والله لا خبر لك الدنيا. عقابك بقى تنسحب على ما اخلص. عارف هتعمل ايه ولا اشرب لك؟ انا بقلب في الميه. هم عامل ايه يعني؟ مش هتقعد تقلب في الميه كده ما بتعملش حاجه. تقعد تلعب كده. ايه دي؟ نيفا ولا ايه دي؟ الفواتح الاول. ودي؟ نقي الفواتح كلها الاول. ودي؟ ايوه. ابيض كل الارض. انا عايزاه يبقى فل. شفنا غسيل السجاد كان قشطه.
عايزين نشوف غسيل عقبال المواعيد والحيطان لما ده قرب بقى كل سنة. وحيطان بظلام تضحك ولسه عم داخل دلوقتي ده انا بس استنى كفايه هو الفاتحه بس ماشي قطعها فاتحه انا هعتبر ان انت والده بس كل اقدر اقولك هعتبر ان انت والده وهنصلي بس عندنا بيت ماشي امرش بقى اهو لا امرش على ايدك كده اهو ايوه كده شفت احنا بنتعب قد ايه انت بتغسلي على ايدك هتستهبلي مش يا واد الغساله بتبص كل يوم الكهرباء بتقطع مش انا هبوظ لك الغساله بقى واشوف انت هتغسلي ايدك ازاي انا اللي كان نفسي اجربه بقى الولاده يا رب ناقص يا ليانا يا غسيلي الغسيل زغلي لعيني او ده فين بقى نطف بقى قشطه اهي فين ده اهي يا ريحه اهو يا ناس لسه في بقعه فين ولا دي اللي ضاقه معرفش انا عم نفسي غسل كويس اهو عشان اللي هلقاها مش نظيفه وفيها بقعه خليك تعيدها من تاني كل تيره هو شغل نضيف مش بعمل شغل نضيف فكرمت يعني بالراحة بغلق الدنيا يا سيدي يا سيدي على غسيل عشان اعملها احطها في الزيت لا لا دي ما بتتظهرش يعني دي بيضة ما تتظهرش دي من قدها فين حلو كده افضل بقى احوش على دماغي ها؟ هبدأ أحوش على دماغي؟ هتقوم أوريكي. طب هاتي لي حاجة أحط فيها. هاتي لي حاجة أحط فيها. خد. على فكرة ما نزفتش. ماليش فيه. مش عاجبك طلقيني. على فكرة أنت بتعمل من غير ضمير. أعمل إيه يعني؟ كفاية يعني أهو غرقت واتنيت يا الزهر بقى دي يا بص تبرق في الزهره لا تزرق لا ما انت ما تسواش كتير بس كفايه كفايه زرق لا ما هي هترجع تنور تاني في الشمس بس انت حاسس تقرا كتير قوي لطشت منك كده انت بتعرفش تغرس اعمل لها ايه بقى دي؟ اشطفها؟ لا خلاص سيبها سلام؟ لا خلاص خلاص كده انا خلصت اعمل غير كده انا خلصت غسيل عادي عليك اصلا هو ده غسيل بس انا الغسيل هيبوظ كده انا مش عارف دي طرحتك وربنا يبوظها بس انت حاطط صفوف كتير قوي ماليش فيه ده فطيرة ده انت بتزعجش حلو خلاص بقى خلاص اتعبت تعبت هتقف في الغسالة اغسلهم في الغسالة طيب الغسالة مش شغالة وديتها الصيانة ان انت خليت الميه اللي بتشطف فيها كلها صافي من كتر الصفحه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش انا هعديها بس عشان اول مره تغسل على ايدك انما عقاب على عقاب هتتعود عقاب على عقاب لا بس انت بنت شاطره اختاروا لي عقاب يا جماعه والنبي عشان انا بهدلت كده والله العظيم مش حد هنا انت بتودي فين انت لسه امال اعمل ايه مش هعمل لا مش خلصت مش قلت خلاص لا خلصت خلصي بقى خلصي بقى خلصي بقى الالوان لا خلاص مش هعمل حاجه الالوان ولا بهتان طب انت ما تبنيش منك غير انك بوظت الصوت ماليش فيه مش انت اللي بتعجني انا ما بعرفش اغسل انا اها النظيفه دي ايه دي؟ توته النبي ده غزير اهي بقت بيضة اهي يلا يلا قفل عليك كده النهارده يلا نمشي وزي ما شفته ما نديش غير انه خلص لي الصرف كله وما غسلش حاجه شكلي انا اللي هتعاقب في العقاب ده يا رب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم وتصلنا لايك وتشتركوا في القناة ومع السلامة